الحق المرأة في كثير من الأحيان ترغب في إظهار المزيد من البهجة من خلال اعتنائها بملابسها الجميلة والزينة، هل هناك حدود يجب أن تقف عندها المرأة في هذا الأمر؟ نعم، من المعلوم أن زينة المرأة أيضا يجب أن تضبط بضوابط الشرع. هناك أشياء تتخذها النساء ليست هي من الزينة المشروعة وليست هي من التجمل المشروع شرعا، وإنما هي أمور مخالفة لشرع الله تعالى، من جملة ذلك النمس والوشم والوشر. النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، و يعني الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن، كل ذلك مما يجب أن يتفادى. كذلك ربما كانت بعض أنواع الموضات كما يعبر في بلغة العصر هي وافدة من قبل أصحاب الملل الأخرى والديانات الأخرى، أو من الملاحدة الذين لهم ليست لهم ديانة ولا ملة، وإنما ملتهم الإلحاد. فمثل هذه الأمور يجب على المرأة المسلمة أن تتفاداها، إذ المسلم والمسلمة كل منهما يجب أن يكون معتزا بقيمه ومواريثه الفكرية، وألا يكون منسابا ينجرف مع الآخرين ولا يبالي بما يأتيه وما يذر، يؤثر عليه ولا يؤثر، وينقاد للآخرين ولا يقود. إن المسلم يطالب بأن يكون قائدا لا أن يكون منقادا، وأن يكون مؤثرا لا أن يكون متأثرا. إذ الشخصية شخصية المسلم والمسلمة يجب أن تكون بارزة في حياتهما، مؤثرة على ما حولهما. وكذلك من المعلوم أن كل ما خرج عن حده انقلب إلى ضده، فالإسراف لا يستحسن بل لا يجوز بأي وجه من الوجوه. نحن نرى أن الله سبحانه وتعالى أمر بالقسط في كل شيء ونهى عن الإسراف، بل حتى في القربات التي يتقربها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى من خلال صلته للأقربين ولليتامى والمساكين، يجب أن يكون في عمله هذا متوسطا بين طرفي الإفراط والتفريط. فالله سبحانه وتعالى يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يعني في هذا العمل الطيب العمل الصالح، إيتاء ذوي القربى حقوقهم وإيتاء المساكين وابن السبيل حقوقهما وحقوقهم، في هذا العمل يؤمر الإنسان أن يتوسط بين طرفي التقتير والتبذير، وألا يندفع إلى حد يجعله يفقد المال أو يفقد الثروة. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. والله سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف فيما يعود إلى قوام البدن وقوام الحياة في الأكل والشرب: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كذلك الزينة التي تخرج عن حدود الاعتدال. وأنا حسب ما علمت أن بعض النساء يستأجرن لليلة واحدة ثوبا للزفاف بمبالغ هائلة بمبالغ خيالية، مع أنه كان من الممكن أن يتخذ ثوب للزفاف من غير استئجار، من سائر ملابس المرأة التي تلبسها. ألا يكون هذا الثوب لليلة واحدة فحسب.
هذه من الأمور التي لا تجوز بحال من الأحوال. وبجانب هذا كله أيضا لا بد من الاحتشام. الشيء الذي يؤدي إلى فقدان الاحتشام غير جائز بحال من الأحوال. أنا حسب ما فهمت أن بعض النساء يبالغن في إظهار مفاتنهن ما بين بنات جنسهن بدعوى أن عورة المرأة مع العورة من السرة إلى الركبة، ولكن نقول أيضا عورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة، فلماذا لا يخرج النساء في الحفلات وفي التجمعات بهذه الكيفية الرجال. ولو خرج لماذا لا يخرج الرجال في التجمعات وفي المحافل بهذه الكيفية؟ لو خرج أحد من الرجال بهذه الكيفية لنظر إليه نظر ازدراء واحتقار، وكان ذلك مما يلفت الانتباه. فلماذا تستبيح المرأة لنفسها أن تكون متمدلة هكذا، وأن لا تباري بحشمتها وأن لا تباري بوقارها؟ هذه من الأمور التي يجب أن تتفادى. ومع كل هذا أيضا فإن الناس جعلهم الله سبحانه وتعالى طبقات. الناس ليسوا متساوين في الأرزاق ولا متساوين في أي مواهب حسية أو معنوية مادية أو روحية. الناس متفاوتون، والله سبحانه وتعالى يقول نحن قسمنا بينكم عيشتكم في آيات الدنيا ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الناس. الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين عباده. قد تكون امرأة من طبقة ثرية من طبقة وتشترك نساء من طبقات مختلفة، حتى من الطبقة التي تعتبر طبقة سفلى، طبقات الفقراء والمساكين. قد تشترك بعض النساء لسبب أو آخر في حضور هذه الحفلات. لو جاءت المرأة التي هي من الطبقة العالية وهي لم تدخر شيئا من زينتها إلا جاءت به بحيث تكون متحلية بأحسن الحلي بأغلى الحلي، لا ريب أن النساء اللواتي لا حلي عندهن أو ربما لا يجدن حتى القوت إلا بتعب ومشقة، هؤلاء يسيل لعابهن على ما يرين عليه النساء الأخريات. فلذلك يجب على تلك الطبقة العالية أو تلك الطبقة المترفة أن تحرص على تقدير مشاعر هؤلاء النساء اللواتي قد تعوز إحداهن لقمة العيش فضلا عما تتحلى به من الزينة. هذه الناحية لابد من أن تكون مراعاة أيضا في هذه الاحتفالات. طيب،